لم تعد علاقة التنسيق والتخادم المتبادل بين الحوثيين وتنظيم القاعدة قابلة للإخفاء في ظل ما يقوم به الطرفان من نشاط علني بلغ ذروته العملية في الشهر الماضي، حينما قرر الطرفان القيام بعملية تبادل للأسرى رسمية ومعلنة. حاولت ميليشيات الحوثي التكتم على تفاصيل الصفقة التي تمت في فبراير الماضي، إلا أن تنظيم القاعدة أجبرها على الاعتراف بعد أن أفصح عنها في إعلامه الرسمي، ما دفع مسؤول ملف الأسرى في ميليشيات الحوثي إلى الاعتراف بإجراء الصفقة. وقالت مصادر قبلية في محافظة البيضاء لأخبار الآن إن ميليشيات الحوثي كانت صاحبة المبادرة في طلب الصفقة. من جانبها لم تستغرق القيادة العامة للقاعدة في اليمن وقتا طويلا من التفكير حتى أبلغت الوسطاء موافقتها على إجراء الصفقة، لتبدأ المفاوضات على أساس الإفراج عن 16 من أعضاء القاعدة و 19 من ميليشيات الحوثي. لكن وبحسب مصادر صحفية فإن الخلافات دبت بين الجانبين، وانتهت المفاوضات إلى الإفراج عن 2 من عناصر القاعدة وقابل 3 من ميليشيات الحوثي. في سياق متصل أشارت مصادر صحفية إلى أن وسطاء الصفقة الأخيرة التي تمت بين الميليشيات والتنظيم لهم تاريخ طويل في الوساطة بين الحوثيين والقاعدة منذ 2015، وما زال هناك العشرات من قادة وعناصر تنظيم القاعدة في سجون ميليشيات الحوثي، معظمهم تم القبض عليهم أثناء تواجدهم في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات.